benefit from the last session. بارك الله فيكم. نعم تعال اجلس اقرأ لنا حتى هذا يجهز التسجيل ما شاء الله. نعم افتح شوف اعطينا الرسائل. تعرف انت ما شاء الله. متفنن شوف. نعم افتح شوف انتظر بس قليل حتى نشوف. ما شاء الله. حتى بعده. عربي خليه عندي. الانجليزي عندك يلا هات عربي هذا عربي بس هذا ها خلاص يلا نقرأ انجليزي تمام بلغت 30 سنة نعم بعده أي نوع من حلق الرأس يعني هل لازم يكون انا حد واحد يعني مستوى واحد أو ممكن بعده نعم. و ماذا تصنع إذا تربى الأولاد على الدين ثم جاءوا إن يقول أنا عندي الشك أو شيء تصنع إذا في خيانة في التبرعات يكون ليس هناك ثمن لمن يدير ولكن يأخذ المال إذا كنت في الدش هل يمكن أن تتوضع في الدش؟ بدون حاجة هذا طلب الدعاء للمريض حكم عمرة أو الحج المرأة بدون محرم تترك البحث عن الزواج لشخص معين للمرأة؟ هذا لك إن شاء الله هل أه يجوز أه تسمية في الحمام؟ نعم هذا ذكرنا موجود عندنا <applause> أخوة أكبر منك سنا ما حكم تقصير اللحية؟ وإذا كنت تدرس السيرة هل ينبغي بقى أن يعني ذكر الأخطاء بعض الصحابة مثلًا قول أبو ذر يعني يعني عبد ما هذا كله ناجين الله يعين إذا سرق الإنسان كيف يرد يعني الم... ما سرق سرا كيف تكون شيخا عالما أه من كتاب البيع اذا اكل الشيء قبل اشتراؤه ما حكم يعني هل يكون حلال ال... أنا ما يصح يصح ما المنهجية الصحيحة لدراسة الفقه؟ المنهج الصحيح لدراسة الفقه كيف يفتح المجال لزملائنا في الشغل لندعوهم إلى الإسلام؟ خلاص بسم الله تمام بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بالنسبه لدراسه اللغه العربيه نعم Uh, so the Sheikh he began by praising Allah Subhanahu wa Taala and sending salutations upon the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. And he's mentioned in regards to studying the Arabic language. Uh, دراسة اللغة العربية قلنا لابد أن تجعل كل الأشياء من حولك تساعدك في دراسة اللغة العربية. So he mentioned when it comes to studying the Arabic language, you have to make everything that is around you a means to help you study the Arabic language. لا تنظر إلا للغة العربية. But يعني اللوحات في البيت. التليفون تغير اللغة، نعم. Only look at Arabic, so the signs in your house, your phone, change it to Arabic language. نعم، حتى تعتاد النظر للعربية، لا تفتح أي لغة أخرى غير العربية، الكتب، اللوحات، الجوال. So you're able to become accustomed to seeing the Arabic language. Don't look at any other language, any yani your phones, signs and things in your house, change everything to Arabic. تتعب في القليل ثم ترتاح. You're going to be tired a bit. It's going to be difficult, but then you're going to find ease. لا تسمع إلا اللغة الإنجليزية. Don't listen to the English language. لا تسمع إلا للغة العربية. نعم. No. نعم. No. So only listen to Arabic. يعني ما تسمع أي لو هذا تكلم معك باللغة الإنجليزية قل أذني هذه لا تسمع إلا العربي. تكلم بالعربي افهم غير العربي لا افهم so نعم if someone speaking to english say see my he only his arabic so don't talk to him except they talk in arabic نعم حتى في البيت يتفق مع زوجته حتى الاولاد يتعلموا اللغه العربيه يتفق معها الا يتكلموا في البيت الا بالعربيه even at home make a decision, agree with your wife, agree with your wife that we're only going to speak Arabic so your children as well can see and observe and learn from you speaking Arabic don't speak except with the Arabic language yeah, you, get, you have friends that you speak with also when you're writing تكتب تكتب Yeah, you have to write a lot in the Arabic language especially the Quran. أهم شيء عندنا المحادثة والقصص في تعلم اللغة العربية يعني حتى تقوى اللغة of the things that make your Arabic strong is speaking and stories كيف how يعني هذا تعلم المحادثة مثلا في البقالة so for example this person learned how to speak in the grocery store المحادثة في المستشفى مثلا how to speak in the hospital في المطار When you're in the airport. في يعني مثلاً في محطة القطار. When you're in the train يتعلم. And your this way. كذلك القصص الخاصة مثلاً قصص القرآن. قصة uh, موسى عليه الصلاة والسلام قصة آدم عليه السالام قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وهكذا. Uh, and when it comes to عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه امور كلها تعين باذن الله all of these matters will aid you in learning the Arabic language تجعل لك جروب مثلا او اصدقاء عرب لان الان يعني لابد يسمع لك انسان عربي حتى يفهم انت تتكلم كلام صحيح او لا also have among your group of friends who you speak with someone who's those who are actually arab that when they listen to it's important someone who's arab فتاخذ اللغة من اهلها. So you take Arabic from the people of the language. يعني لابد يكون عندك مدرس من العرب. It's هذا الان يتكلم معي. شيخ. Like نعم، انا هنا اسمع بالعربية. ف... فاقول له هذا اللفظ خطا، يقول لا انا انطق نطق صحيح، اقول لا. هذا غير صحيح والعكس الآن أنا أتكلم مثلا باللغة الإنجليزية ويسمع يقول لا هكذا تقول الكلام خطأ ليس صحيح نعم لماذا؟ لأنه يعرف المخارج للغة الإنجليزية نعم لا بد يحكم هو نعم So for example if I was speaking to the sheikh and I would say some things the sheikh he's Yeah, he's Arab, he's accustomed to hearing the Arabic language. So he be say, no, the way you've pronounced it is not correct.

سبحانه تعالى يعينك عليها وهي لغة كل مسلم نعم also يعني you have to facilitate learning the Arabic language make it easy you have to taste the, the beauty of the language yes the language is is the richest language it's the best language but it's easy why because this is the language of every Muslim Allah is going to aid you in learning it so it's important when you're also teaching it that you make it easy for the people laugh with the language tell them that it's easy encourage them to know that it's easy. نعم التصوير الإنسان يبتعد قدر المستطاع عن التصوير When it ذوات الأرواح، إنسان، حيوان، طير، نعم. And especially drawing more so when it comes to Uh, those things that possess a soul from animals and birds and the like. لكن يصور السماء الأرض الأنهار الأشجار البحار لا إشكال. But if he's drawing uh, picture making the likes of the the sky, the um, nature and rivers and the likes of the خاصة النساء. Especially women. وبعض النساء تنتقب مثلا وتضع الصورة في واتساب في الخلفية وكذا. لا فتنة حتى في الانستغرام. So نعم. for example, a, sister may be wearing niqab. Even though she's wearing niqab, she puts a picture on Instagram or WhatsApp. And this is still fitna. Naam. نعم. طيب هل يصح يقول كيف مثلا عند الاغتسال اسمي في الحمام؟ For example, I'm going to make ghusl, can I say the basmala, the, say bismillah in the toilet? يسمي سرا. A person does it silently. يعني ما يجهر بالتسمية. A person doesn't say it loudly. نعم.

And stay away from all of these things. When you see, if you see people having issues with charities and the like, stay away from them. Just busy yourself with knowledge. Leave all of these affairs. لماذا? Why? لأن هذا اللي ينفع. Because this is what's going to benefit. وهذا you. اللي يبقى. That's what's going to remain. وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. This is والسلام. the responsibility of the prophets and the messengers. عليه الصلاة نعم. والسلام. تريد تكسب نقود أو مال ابتعد عن أموال المسلمين والصدقات. If you want to attain wealth, stay away from the wealth of the Muslims and the things of صدقة. لماذا؟ Why? لأن الصدقات هي أوساخ الناس. ما معنى أوساخ الناس؟ الآن شيخ إبراهيم عنده أربعين مليار. فهو المال هذا الآن لابد يطهره. يطهره بماذا؟ بالزكاة. فيأخذ يعني أربعين مليار يأخذ مليار. هذا المليار تطهير للمال فما يمكن انك انت تاخذها لا كن يد عليا لا تقرب اموال المسلمين والصدقات نعم. It's important to understand that صدقة is like dirty money and what do you mean by this? It's filthy money in terms of your wealth you have to purify your wealth. How do you purify your wealth? By giving zakat. So for example and this is like a dua if نعم. I have 40 million Yeah. I have to give one million in zakat. zakat. Naam. So this is how my wealth gets purified. So as Muslims you should not want to ever take from dirty wealth. Rather you shouldn't be from yeah, in this, these types of people. Stay away from the wealth of the Muslims. <laughs> so the Prophet Muhammad took an oath. that the a worshipper مزدادو. نعم عبد بعفو يعني ابتعد عن الناس الا عزه الله سبحانه وتعالى ويغنيه الله سبحانه وتعالى so as long as the person took an oath that as long as a person stayed away from being in need of people and taken from their sadaqah and the likes that Allah subhanahu wa ta'ala would honor and venerate this person and enrich them نعم الام والاب لابد ان يحافظوا على معتقد الأولاد. Of the things that's important is that the mother and father have to preserve the belief of the children. فإذا خالف الولد. So if the child goes in opposite. لا بد أن يمنعوا يعلموا. It's important. You can't you prevent them from going astray and you teach them. يعني ينام الولد عن الصلاة. For example, the child he sleeps to the point he doesn't he misses the صلاة. لا ولدي وكذا سبحان الله. لماذا توقظي للمدرسة ولا توقظي للصلاة؟ Why do you wake up your child for school but you don't wake them up for salah? لا إذا لابد محافظة على الصلوات الأمر بالمعروف أنها عن المنكر. So it's important that we preserve the salah and you, you command the good and forbid the evil. يقول ما حكم حلق الشعر؟ So a person speaks about what's the ruling of cutting the hair. الأصل إن أما حلق الشعر كله أو يتركه كله. the foundations that you shave all of it, you cut all of it or you leave all of it. عندنا بعض القصات هي ظاهره انها قصات فيها تشبه بالمشركين. تشبه بالنساء، هذه لا تجوز. You have some haircuts for example that are known that they specifically يعني uh, resemble the disbelievers or women. These things are not permissible. نعم. المرأة الصالحة إذا كانت يعني تتقي الله سبحانه وتعالى لا تدخل في هذه المواقع المشبوهه، كذلك حتى حتى الرجل الصالح المسلم. المواقع المشبوهه هذه مواقع اللي يقول عنها يعني مواقع للزواج. نعم. نعم. So هذه مشبوهه هذه. So في الغالب في الغالب. نعم. The righteous Muslim woman, she should stay away from, and even men also, these, يعني We can say doubtful marriage sites. Do you see these marriage sites, stay away from them. في الغالب أن هذه المواقع مواقع نصب واحتيال في الغالب. So majority of the time, these sites they're like they're games. they they're, they're not serious. نعم، وكثير من الناس يشكو أنهم أخذوا أمواله، ويعني كان النصب عليه بهذا. So هذه ليست الطريقة الصحيحة. For example, these websites they just take your money, and many people complain about this because they, they don't find what they're looking for, rather, they just keep paying their money. This is not the correct way to look for marriage. The correct way is that you come to the houses by their doors. You want to get married, then come to the wali, the guardian. الله سبحانه وتعالى يعينك الله is going to aid you كذلك المرأة يعني ما تسلك إلا الطريق الشرعي as for the woman also she should not tread a path except the legislated path وإذا اتقت الله سبحانه وتعالى يسر الله سبحانه وتعالى لها If she fears Allah عز وجل, then Allah is going to facilitate for her. يعني ما يمكن تتواصل مع رجل ليس من محارمها. For example, you can't be in communication with a man who's not from your تتحدث guardians. تتحدث معه مثلا. Always speaking to him, for example. نعم. تستطيع ان تتحدث مع رجل من محارمها. You're able to speak with one of the men from your guardians. نعم. تقول انها ترغب في النكاح. Say for example that you're, you're seeking to get married. وارود تساعدني. And I want you to help me. نعم تبحث لي عن زوج صالح. Go and look for me a righteous husband. هذه الطريقة الصحيحة أما الرجوع إلى المواقع، الرجوع إلى غير المحارم هذا إشكال. This is the correct way. I, as for going to these websites or going speaking to you that's not from your guardian, then this is problematic. وليس بعيب أن الولي ولي المرأة يبحث لا عن زوج صالح. And it's not Shameful or anything like. There's nothing wrong with the the wali, the guardian, going out and looking for a righteous husband for Abu the daughter. Abu Bakr may Allah be pleased with him. He searched for a righteous husband for Aisha أما السبل غير الشرعية هذه فيها أشكال قالت مثلا أن والدها لا يساعدها for example, one, uh, say, My not me. طيب ممكن عن طريق الإخوة أي أخوانها هي no. نعم مول بالله. نعم Okay, if the father is not helping her, then she can go through her brothers if she has brothers. نعم ممكن بهذه الطريقة وغيرها من الطرق الآمنة. Or other trustworthy means. كل ما كانت المرأة لله أتقى عنها الله. As long as the more uh, fearing of Allah a woman is, then Allah will aid her. من يتق الله يجعل له مخرج. Whoever fears Allah, He will make a way out for them. لكن قلنا

كما أتخذ إبراهيم خليلا. Rather what's been authentically transmitted is that the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned, I have been taken by Allah as a close friend, the beloved friend, just as <سؤال> was taken هذه تقول أن هذه أول مرة ولله الحمد يكون اجتماع بهذه الطريقة عند الأخوة والأخوات في هذا المكان ليس في كل مكان. نعم. So this is the saying, for example, this is the first time

وخاصة في هذه الأماكن especially in these places يمكن نتعلم عن بعد it's possible for you to learn from distance and distant قل learning قلنا لكم لابد أنتم تشاركوا معنا في معهد السنة حتى نستمر في العلم we mentioned that you to all cooperate with us and join معهد السنة so we're able to continue with knowledge نعم وأما دراسة اللغة العربية مهمة جداً. As for studying and learning the Arabic language, and this is very important. Wasahla وذكرنا أو في أول الدرس. And it's easy, as we mentioned in the beginning of the session. نعم. يقول كيف أدعو من يعمل معي للإسلام? This person is saying, how do I call those who work with me, my colleagues, to Islam? الدعوة أحيانا بالعمل أعلى من الدعوة باللسان. Sometimes conveying the message by way of your actions is better and stronger than that which you say with your tongue. يعني الكلمة الطيبة. For example, saying good words. الأخلاق. Any good mannerisms. الـ الهدية. Giving gifts. رسالة. Sending messages. مطوية. Uh, مطوية. Uh, يعني رسالة صغيرة أو يعني oh, giving a small message in in, a, in an envelope. تقرأ عليه القرآن. تقول ما رأيك اليوم. تسمع شيئا من القرآن recite Quran for them say for example what do you think today حتى ترتاح you hear some Quran that you can just rest لو شكا أنه مريض تقول أقرأ عليك if they say رقية أرقيك if they complain that they're sick say let me read Quran over you دعوة إلى الله تقول هل تعلم الله. أنه كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة وأسود مؤذن say for example do you know that the one who used to call the call to prayer for the prophet muhammad wa was from any habashis from abyssinian he was black hal ta'lam anna isa alayhi salatu was salam bashshara bi nubuwwat muhammad alayhi salatu salam do you know that isa he gave glad tidings of the prophethood and the coming of the prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anta mughamir tadhhab ila as-sayd tadhhab ila tasalluq al-jibāl wa mumkin tamūt fi hādhā and you you are, you are you are overly brave you go to

you find tranquility انظر الى اهل الاسلام والمطمئنين look at the people of islam and how calm and tranquil they are يستطيع طرق كثيره there's many ways that you can try نعم دراسه الفقه نعم يعني the method of studying fiqh الفقه في الاسلام تدرس شيء مختصر مثل مثلا الدروس المهمه لعامة الامه للشيخ بن باز رحمه الله So when you start, you start with something that's concise. For example, the book "Important Lessons for Every Muslim" by Sheikh Bin Baz. Ba لكن يدرس مع الضبط مع الاختبار عندنا في معهد السنة. نعم. But you study whilst making, يعني with precision and memorizing and test as we have in معهد السنة. نعم لأنه بعض الناس يريد يدرس دون أن يضبط دون أن يختبر دون أن نراجع له هل وصلت المعلومة صحيحة أو لا. because some people they want to study without making precision in knowledge without being tested how do we know that the information has come to you correctly after this for example they may go to the book manhaj al This person says, for example, they stole something and then they repented. I mean, ask her for protection from this. كيف أرجع هذا؟ How do I return what I've stolen؟ نقول من تمام التوبة لابد أن ترجع هذه السرقة. We say from the completion of repentance that it's a must that you return that which you have stolen. قال لا أستطيع. They say I'm not able to. نقول لا يمكن لابد أن ترجع الحقوق إلى أهلها. We say it's not possible. You have to return the rights to the people that they belong to. Try to look for any avenue that you'll be able to return that which is stolen to the people it belongs to. For example, he stole from the supermarket. that which equals 50 pounds. خلاص ممكن يأتي إلى الحساب في آخر الليلة على الحساب الإلكتروني شيء بخمسين ثم لا يأخذه يرجع وخلاص انتهى الأمر. For example, he goes to the the self checkout in the night and he takes something worth 50 pounds. He pays for it and he leaves it and doesn't take it. <applause> نعم. يرسل يأخذ منه حساب بنكي ويودع. Or if you have the account details, for example, you send it. أو يرسل إنسان يعطيه. Or you send someone to give it to them. What's important as you search for any avenue that you're able you're able to return back what you've stolen. No. The person who I stole something from, I've looked for this person for three years, I'm not able to find them at all. اخذت كل شيء الطرق ما استطعت اصل ابدا ما I, يوجد I've tried every and I still can't find them. نقول خذ مبلغ هذا الشيء المسروق وتصدق به عن نية هذا صاحب الشيء قال هذا إذا كان مسلم And this is only if they are لكن هذا كافر.

from it was to kill the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, but the wealth of the Kufa was with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. They didn't fear over. نعم. تقصير اللحية. Shortening, trimming the beard. أصلا حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب. أصلا يعني from the foundation that shaving the beard is from the major sins. قال لا أقدر. The person says I'm not able. على إفاع اللحية.

نعم أما تحلقها بالموس كبيرة. يقول هل لي أن أدعو من هو أكبر مني للإسلام أو مثلاً للصلاة من المسلمين؟ نعم لكن بأدب. Say yes but it has to be with يعني لا تقول هذا تعال أعلمك. لا تقول له ممكن أنا وأنت نتذاكر say maybe me and you can revise together. ما رأيك تسمع لكتاب التوحيد? التوحيد? وهذا يسمع وتقول الشيخ قال هنا أن كذا وكذا وكذا, وكذا وأنت تبلغ المعلومة لكن في صورة غير مباشرة. So for example, you say, this person says is recite reading it to you and you say, look, the sheikh he says this, 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 this. So you say it indirectly without being direct. يعني ليس دائما تقول, انا الشيخ, تعال, احضر عندي, واستمع لي, وكذا. لا. نعم. No. One shouldn't always be like, look, I'm the scholar here, I'm the sheikh, come sit with me, listen, I'm going to teach you, this, this, etc. Don't be like this. تقول, هل يصح أن أعتمر بدون محرم؟ So a sister mentions, is it correct for me to make Umrah without a mahram? إذا احتجت إلى سفر فتوى كبار العلماء عندنا أنه لا يمكن أن تسافر بدون محرم خاصة للعمرة وللحج So if say for example the fatwa of the kibar ulama is that they say you cannot perform hajj or umrah or travel in general without a mahram especially أمراً حج. الآن نسألها هذه اللي تسافر، هل تستطيع تسافر بدون جواز سفر؟ So we say for this one, for example, are you able to travel without a passport؟ بدون نقود؟ Without any money؟ بدون أن يكون لها فندق سكن في مكة وفي المدينة؟ a, مثلا so Without having a hotel and the, and a place to live in Mecca Medina؟ أهم من هذا وجود المحرم معها. More important than this is having a mahram. هذا أمر كتبه الله. This is a matter that Allah سبحانه وتعالى has. في legislated. حماية للمرأة. And also there is a means of safeguarding of the woman. حماية لحقوقها. And also preserving her rights. نعم، إذا هي تسعى إلى الوسائل الشرعية. So she should. She should strive towards those means that are legislated. وقلنا إنه أعداء الإسلام قالوا لها سافري ولا أشكال ولا تتزوجي ولا كلك محرم وكذا. And we say the enemies of Islam, they're saying, you don't need the mahram, travel where you want, don't get married and the likes. نعم, Some people, they say, make dua for me. طيب أنا They say, but me, I'm a poor worshipper of oh Allah. أنا مثل مثلكم, بل أكثر حاجة. Only me and you are the same, rather I'm in more need. أنتم You make dua for me and I make dua for you. Maya يصح أن أنا أدعو وأنتم لا it's not correct that I make dua and you're not making dua. For example, if there's someone who has an obstacle that prevents their dua being answered, even if I make dua for them, does mean it's not going to be answered. Rather, they have to look at what is the preventative factor of their dua being answered. Well, Subhanahu wa Taala. ما جعل الدعاء عن طريق واسطة لا الدعاء مباشرة تدعو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى didn't make the means of dua from mediaries like having someone in the middle between you and Allah لا Allah made dua that is goes direct to Allah سبحانه وتعالى you go direct to Allah with your request والله أعلم صلى الله عليه نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا so with that we come to the end and Shaykh gives uh, send salutation upon the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم

خمسة دقائق وقف هذا ها. خذ هذه قديمة نعم أعطيها هذا ولا الشيخ هات وين قلم راح وين يعني قلم قلم كان هنا هات شو صحيح ويكتب ان في الحياة الصحي عند الالباني. ايش هو؟ يسال عن حديث. ما. يسال ايش هو الحديث؟ يعني لو كان من ان فر من رزقه او يعني ما اعرف ما ما, داري ما داري مشكله ما داري. مشكله. يعني يكون الابوين يصعب الزواج يعني تبكير في الزواج. قلنا هذا تكلمنا. نعم. طيب. المسر يعني في كتابته المسر في الصغائر يصبح او الصغيره تصبح صحيح وهل نفس الشيء مع الشرك الاصغر؟ نعم الاصغر يؤدي الى الاكبر. أه ما حكم عن فوركس تريدينج؟ الله اعلم هذا العمله الكترونيه؟ نعم التبادل يعني عملات؟ نعم الله اعلم. أه... لما تكلمنا عن اولياء الشيطان ذكرت من ينام في بين القبور ايوه يعني حل النوم بين القبور اثم نعم يخاف من المصائب حتى يدعو الله دائما للحماية حتى يؤثر في يعني نشاطه اليومي هل تعرف شيوخ في مصر؟ ها؟ هل تعرف شيوخ في مصر؟ متى ختمت القرآن؟ في أي سنة؟ تمام هل يجوز أن يقدم الدعاء بالصدقة من أجل أن يجيب آه نعم. كما فعل موسى نعم. 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 هذا هو الشيء الذي يسأل إذا ذهب إلى موريتانيا أين يذهب؟ هل من الحكمة أن تضع الكتيب عن السلفية في مساجد أهل البدع؟ أو يغضبون عن السلفية؟ آه يعني يشتد الغضب. آه هذا هو الشيخ. نعم اي الشيخ بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يقول مثلا يعني هل لي ان اضع بعض الكتب لاهل السنه في في المساجد التي تكون لاهل البدع نقول نعم لكن ضع الكتب التي يعني لا هم بها شيء يعني ما تثيرهم يعني لأناس من أهل السنة لكن هم يرتضون مثل مثلا صحيح البخاري عند بعض الناس تعرف أنت مثلا بعض الفرق أنا لا أريد السمي تعرف أنهم يعني يحترمون الإمام البخاري فتضع لهم كتب البخاري مثلا تضع لهم كتب الأئمة بعض الأئمة وهذا جيد تعلمهم او تضع لهم كتاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من دون غلاف من دون مكتوب عليه شيء نعم. No. No. So someone asked about putting books of the people of the Sunnah and the likes in masjids that are run by the people of innovation. Sheikh said yes you can do this but put books that are not going to cause them to do anything. For example uh, there are some groups that are misguided but they still like Sahih Bukhari for example put books by Bukhari

Imams of the Imams of يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى محبة الإمام أبو حنيفة رحمه الله من الإيمان. And Sheikh رحمه الله mentioned that love of Imam Abu Hanifa is from iman. لماذا؟ Why? لأنه محبة أئمة السنة هو محبة لمن؟ للسنة. Why? Because love for the Imams of the Sunnah is love for what? The Sunnah. نعم نحبهم والله نحب الأئمة نعم by Allah we love them we love the أئمة ولا يمكن نتكلم على إمام أبو حنيفة رحمه الله it's not possible for us to speak against إمام أبو حنيفة رحمه الله أو نتكلم فيه بشيء أو to speak about him in anything لكن نتوسط فيه however we are balanced when it comes لا نغلو فيه we don't go into extreme وسط we are balanced in the middle ف هؤلاء الأئمة القدح فيهم قدح في السنة so these are uh, imma of the sunnah speaking about them ill is speaking ill about the sunnah and it's important we clarify this to people that we love imam abu Hanifa for imam malik and imam malik while imam Shafi'i. while imam ahmad and imam ahmed Immat al-islam all of the uh, imma, the imams of islam we love them يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. Because loving them is from the religion, is from Islam, and it's a means of getting closeness to Allah سبحانه وتعالى. نعم. من أسباب إجابة الدعاء. From the means or causes for your supplication to be answered. أن الإنسان لا يأكل إلا حلال. That a person make sure that they only eat from that which is حلال يتصدق. يُعطي صدقة يتوضأ قبل الدعاء they make wudu ablution before they make dua يستقبل القبلة they face the direction of the qibla يرفع يديه they raise their hands يلجأ إلى الله And they seek refuge and seek return to Allah subhanahu wa ta'ala. Before you start your supplication, you praise Allah subhanahu by His names and His attributes. You send salutations upon the Prophet Muhammad You observe those times that the dua is more likely to be answered. Before Maghrib on Friday for example. Whilst you're in sujood. The last third of the night. هذا كلها من اسباب اجابه الدعاء. All of these matters are from the means that will aid your your dua being answered. في بعض الاسئله ليس لها علاقه يعني ما تفيد الانسان شيء. Some questions that people have there's no benefit, there's no connection to anything, they benefit, they don't have absolutely no benefit. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثره السؤال. The Prophet صلى الله عليه وسلم prohibited any abundant questioning. يعني ما يصح ان ياتي واحد للشيخ ابراهيم. It's not correct for a person to come to me, for example. ويقول كم حسابك في البنك؟ I says, how much you got in your bank? كم uh, تصرف في اليوم؟ How much do you spend on a day-to-day -day basis? من أين من أين لك المال؟ من أين لك هذه السيارة مرسيدس؟ من أين لك؟ How did you get this car? Like, how did you get this Mercedes? لا لا يصح. <laughs> It's not correct. نعم لا يصح في أسئلة لا يصح أن تسأل. some questions is they're not correct to be asked. ما يصح يقول زوجتك جميلة. You don't say to someone is your wife beautiful. كم تعطيها؟ How much do you give her? كيف تعرفت عليها؟ How did you come to know her? مفهوم في أسئلة لا يمكن أن تسأل. There are some questions it's not you're not supposed to be asked. وبعض الناس عملوا التحقيق محقق. Some people. لا هو مو هو يصنع محقق. some people are inspectors. أجلس. sit down. yalla, first question. even among women you have this. your husband is married. how much does he give you? are you the first or what? this is not correct to ask these questions. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال. From this we learn. الدليل. نعم. No, the evidence for this is the Prophet صلى الله عليه وسلم prohibited abundant questions. ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. And also he mentioned from the best of a person's Islam is to leave that which does not concern them. ولا يمكن أن تظن الريبة في أخيك. لا. مفهوم؟ نعم. الريبة يعني ترتاب في أمر تقول no. والله يا إبراهيم أنا ما أدري من أين لك المرسيدس هذه <applause> And it's not permissible to have doubt in your brother. I don't say about myself. I don't know how Ibrahim's got this Mercedes. تحسن الظن فيه. And have good thoughts about him. ولا تحسدوا. And don't have jealousy towards تقول him. تقول الله يبارك لك يا إبراهيم. They say, Oh Allah bless you, Ya Ibrahim. الله يزيدك من نعيم. I الله Allah increase you from his. نعم. Bounties. تفرح له إن عنده خير. And be happy for him that he has goodness. لو طولنا مشكلة If we carry on, it's a problem. تمام بعض الناس يقول أنا أخاف من المستقبل Some people they say I fear the future وأتوقع يعني أشياء ليست جيدة And I have يعني I expect certain things that are not good may happen هل هذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم Is this the way of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ها لا إذا المسلم يتفاعل

omen suspicions and the likes la yetafaal no i should be optimistic wasalat 40 milyar aw la has the full email dropped or not mushim <laughs> da'iman the muslim should always be optimistic mata tatayyar don't be of those who have these يعني, evil omens based on things that happen around them musa alayhi salam wasala ila al-yam ila al-bahr musa salam he came to the al-bahr amamo The river is in front of him. وفرعون خلفه. And فرعون is behind him. خلاص. It's the end. انتهى الأمر. It's, it's over. قال أصحاب موسى إن لمدركون يعني انتهى كل شيء. The people, the companions of Moses said, "We're finished. They've caught us." Like, but mu'min, however, a believer, قال كلا إن معي ربي. They said, "Certainly not. Indeed, my Lord is with me." Khadija, قبل أن تسلم أول ما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثها عما حدث له في غار حراء قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً خديجة رضي الله عنها before she embraced Islam and the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم came back to her and narrated the event of the cave of Hira when revelation first came to him she said rejoice for Allah سماه I will never forsake you بعض الناس في حرب مع نفسه حرب نفسية are war with themselves نعم. لابد يعني يصنع سلام مع نفسه. It's important that you have peace with yourself يعني. نعم. يقول الى اين اذهب؟ من البلدان او من كذا او من الدروس ومن المشايخ وكذا اسمع لهم. نعم. So you have some who ask for example where do I go to study who the مشايخ that I go and study with and the likes. ابدأ من اليوم Start from today. ادرس هنا study here. لا تنتظر حتى تسافر Don't wait until you اذا بدات If you start, ابدا ابحث then start to study, start to في الاماكن الموثوقه in places that are trusted. جامعات معروفة. In universities that are known. الجامع الإسلامية مثلاً بالمدينة تقدم بها. For example, apply for the Medina University. جامعات المملكة. And also the other universities in the country. جامعات الكويت مثلاً. And the universities in Kuwait, نعم. for example. نعم. ابحث قدم يا أخي. اسعى. يعني. Yani لا تبقى. لكن ابدأ بطلب العلم. But you have to start studying knowledge. Don't wait until you travel. Start and apply while you're searching. نعم. خذ بالأسباب. And yani take the means. وادعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك. And make dua to Allah that He makes it easy for you. نعم. يقول هل النوم إنسان ينام بين القبور؟ So a person is asking about sleeping in the graveyard. هل معنى هذا أن ولي من أولياء الشيطان؟ Does this mean that he's from the allies of Shaitan? القبور لا يمكن ينام عندها أحد. The, the, the graveyard is not possible for someone to sleep there. نعم لكن هذا ينام بين القبور لماذا؟ However, this would sleep among the Why? هذا يعني إذا عنده شيء. This person, Something's wrong with them. صحيح أو لا؟ Is it correct or not? نعم. فهذا عنده شيء عندما ينام بين القبور ولأنه يدعي مثلا أن هذا كرامات أو كذا أو إنه يرى أو يسمع صحيح القبور ما نأتيها إلا الزيارة الشرعية.

repetition of major sins will eventually lead to minor shirk. وكثرة الأصغر تؤدي إلى الأكبر. And again, the same with minor shirk, it will lead to major shirk. نعم. أخذنا أنه أن طلب دعاء المسألة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب So we mentioned before that it's permissible regarding dua al-mas'ala when you're the dua of a request and that's also applies to istighatha which is seeking relief from hardship isti'adha which is seeking refuge isti'ana which is seeking assistance and also shafa'a which is seeking intercession that this is correct with the uh with the existence of four with the presence of four conditions and that is that a person is alive that they are there present they have the ability and you believe they are just a means now right, if a person uh, makes a request from a deceased person for example someone who's absent and you believe that they are able to hear you or become aware of what you're requesting from being absent أو عاجز or they don't have the ability أو يعتقد أن لهذا تصرف خفيف الكون بيد جلب المنافع دفع المضار من دون الله or you believe this person they have the power to change things within the in the universe so you believe that they are able to bring benefit or cause harm كل هذا من الشرك all of this is from shirk نعم من الشرك if one of these conditions is void then this becomes shirk والله اعلم صلى الله عليه واله محمد وعلى وسلم جزاكم الله خيرا so we come to an end جزاكم الله خير صلى نبينا نعم امشي انا ابقى طيب As salamu alaykum, with that, we finished this uh, weekend daura. Uh First and foremost, want to thank the Sheikh for spending his time traveling, spending his day and his evening, inshallah, teaching us and benefiting us with the knowledge that he has. And as a reminder, as you can see, he's uh, haris or he's enthusiastic that you review and you revise and you actually make proper benefit of the knowledge. One of the ways you can do that is go onto his website. He's got a website called Mahad As-Sunnah. Al All of these courses, these type of courses are on there. You're going to benefit a lot. There's exams and stuff like that. So make sure you do that. The other thing as well, don't stop your journey seeking knowledge. Inshallah, if you're in London, then we have courses at the college. If you're outside of London, you can jump on the portal and follow any of the programs that you want to do in that. Most importantly, share the knowledge that you have and share the benefit that you have with other people. So let people know about the college, let people know about the portal, let people know about the uh, activities on Mondays that we have, the free seminars, which is going to, inshallah, resume in some time, in October, inshallah. And as you can see, it's open for uh, men and for women, for brothers and for sisters. So support the college from wherever you are, whether you're in London or you're outside of London. How how can you support? There's a number of ways. Number one. You can just share the courses with other people. Number two, you can donate and support financially if you're able to. A lot of you look like your students, so I don't think you have money yet. But inshallah, you're the future generations. So inshallah, when you do become working after you've paid off your student debt and loans and all that stuff that you're crippled with, don't forget Medina College and to support the college if we're still open at that time, and haven't closed down. In any case, inshallah make sure you benefit with your time. Don't waste your time, carry on seeking knowledge. Ba'aklafiq for your attendance and for your listening and your being patient with sitting on the floor for a whole day. InshaAllah is one of the hardships of seeking knowledge. Don't think that you're gonna seek knowledge, it's always gonna be comfortable. Sometimes you're on the floor, other times you've got tables and chairs. Ba'akqlafiik, come until the next seminar, insha'Allah, which hopefully will be in October. Make dua we bring another mashaikh or from the mashaykh, we bring them again in October. If not, it will be in December, inshaAllah. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله